استقبل معبر رفح البرية عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية والدوائية متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 106 شاحنات. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب. مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم من أمام معبر رفح البرية حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية إلى منفذ كرم أبو سالم. بعد توقف تقريبا دام أسبوع أصيبت فيها حركة الشاحنات بالشلل التام، عادت مرة أخرى اليوم حركة الشاحنات إلى الانتظام. نتحدث اليوم عن عبور 106 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية ودوائية، هذا بالإضافة إلى مرور 10 شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات. قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منعت أو رفضت 10 شاحنات من الشاحنات التي تحمل مستلزمات للخيام، وبحسب ما علمنا من داخل معبر رفح البري أن عدد الشاحنات التي بالفعل قامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح البري، نتحدث عن 37 شاحنة من إجمالي 106 من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية ودوائية. على مدار الأيام القليلة الماضية منعت تماما قوات الاحتلال الإسرائيلي ورفضت جميع الشاحنات التي كانت تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية، خاصة الشاحنات التي كانت تحمل طحين أو دقيق والتي كانت من المفترض أن تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية ونقص في المحروقات وتوقف عمل المستشفيات والمراكز الصحية. هذا بالإضافة أيضا إلى أنها يعني قللت أو قلصت عدد الشاحنات التي كانت تحمل محروقات، لكن اليوم نحن يعني أمام انفراج يعني نوعا ما بدخول يعني عدد كبير من الشاحنات، وهي بالتأكيد وإن كانت كبيرة إلا أنها أيضا لا تتناسب تماما مع الاحتياجات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من أمام معبر رفح البري، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.